أنا دائما بقول إنه محبة الشعب المصري هي نعمة كبيرة كتير، لما المصريين بيحبوا من قلبهم بكل صدق، فدائما هذا الشيء بيعنيني كتير وحافظ عليه وبيهمني. وأكيد بعد سنوات انقطاع رجعت وحسيت إنه ما اختلف شيء من أول ما سافرت لهلا. صحيح كنت أجي بفترات يعني متقطعة، بس كعمل كان كل الوقت بسوريا، لأنه أنا يعني آثرت إنه أنا ضل ببلدي أدعم دراما بلدي بهذا الظرف الصعب رغم كل الشروط الصعبة. أنا حاسة إنه هلأ نحن بوضع إن شاء الله أفضل. أنا اشتقت لمصر وراجعة لمصر إن شاء الله، إنه هذا الحاجة الروحية أنت كممثل كفنان بصير عندك إشباع أكتر، إنه أنا لما بتكون بمصر فالوضع مختلف، الضوء مختلف، الحالة مختلفة، هي العراقة والتقاليد المهنية الموجودة. والسنوات الأخيرة الدراما المصرية حققت نجاح كتير كبير، يعني فعلا في أعمال الواحد بيوقف عندها بيشوفها. على الصعيد التقني في شيء كتير مهم، على الصعيد الدراما في شيء متطور، أهم شيء أنت دائما عندك شيء متطور، ففي تطور واضح بالدراما المصرية ومثير للإعجاب.